السيدات والسادة، شباب مصر والعرب وإفريقيا، أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون حيود أو انحراف عن أهدافكم السامية. اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبلكم ومستقبل أوطانكم. اجعلوا الحوار وتقبل الآخر دستوركم، والإنسانية شريعتكم، والعمل منهجكم. عقد النية على أن تجعلوا أوطانكم وعالمكم أكثر سلاماً واستقراراً. اجعلوا معركتكم من أجل الغايات النبيلة هي أسمى معارككم. حافظوا على نقائكم وحماسكم، ولا تحيدوا عن النسق الإنساني الحقيقي. وإنني إذ أثمن جهودكم الحقيقية التي تحققت خلال فعالية هذا الملتقى الناجح، فإنني منحاز إلى توصياتكم ومؤمن بها.